في نفس الوقت انا الحقيقه اخترت ان انا اشتغل الخبرين دول ورا بعض، بينما عندنا هذه القضيه وهي قضيه شخص كان عنده مشكله في الاجازات، كان عنده مشكله طبيه، واجه نقص اطباء، والاطباء عندهم مشكله هم انفسهم وعندهم مشاكل وبيهاجروا وبيسافروا ويسيبوا البلد، فعندنا ده جزء. انا عندي جزء ده من الصوره، لكن عندي جزء تاني من الصوره مضيء. حبيت ان انا احط الخبرين دول باك تو باك او ورا بعض، عشان الحقيقه انه لما بتكلم عن التامين الصحي ده جزء مهم جدا من الحل، مش كل الحل، لانه جزء من التامين الصحي ده لازم يبقى فيه اطباء. ورئيس نفسه اتكلم على ازمه الاطباء وقال انا عايز ازود موازنه اجور الاطباء، انا عايز ادي الاطباء فلوس اكتر، انا عارف ان الاطباء بيسافروا. التأمين الصحي جزء مهم جدا من حل مشكلة عموم المصريين، عموم المصريين. العلاج جزء مهم جدا من حياة المصريين وإنفاقهم. لو تسأل كل مصري انت بتنفق على ايه، هيقولك على الأكل والتعليم والعلاج. أكل والتعليم والعلاج بالترتيب كده، احيانا يكون العلاج الاول لو في حد مريض بمرض مزمن، وكل المصريين عندهم امراض مزمنه. هذا المشروع اللي اطلق في 2019 يعني في دفعه من الدوله بشكل كبير ان هو ما يكونش، يعني المفروض ان هو يطبق على مدى 10 سنوات 20-30، يكون بغطي الجمهورية كلها. والرئيس بيطالب بالتسريع في هذا المشروع. المشروع ده في الدول العالم بياخد عشرات السنين، هو المفروض ياخد 10 سنوات، وفي محاولة لتسريع هذا المشروع. احنا دلوقتي موجودين في 6 محافظات، بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والمفروض ان السنة دي هنوصل للسويس وأسوان. رحنا الإسماعيلية وعايزين نتفرج على المجمع الطبي التابع للتأمين الصحي في الإسماعيلية ونشوفه. مرة أخرى الصورة فيها جانبان أو بها جانبان أو جانبان للصورة، في المشكلة اللي ممكن ناس كتير تتعرض لها زي ميدو، وفي أيضا التأمين الصحي اللي بيتطور بشكل كبير. نشوف. أكثر من 1,000,000 مواطن من أبناء محافظة الإسماعيلية دخلوا منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وبدأوا بالفعل في تلقي أعلى درجات الرعاية الصحية بالمجان. المجمع الطبي بالإسماعيلية واحد ضمن 66 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية اللي بيقدم كافة الخدمات الطبية. بنقدم في المجمع الطبي جميع التخصصات الطبية والجراحية. كبرى العمليات اللي ما كانتش بتتعمل قبل كده في النظام الصحي القديم ابتدينا الحمد لله نقدمها من خلال هيئة الرعاية الصحية دون أن يتكبد المريض أو المنتفع أي أعباء مالية خالص. المجمع بيستقبل في اليوم أكثر من 3,000 منتفع من خلال الأعداد الخارجية والطوارئ ومركز اللقاح. دلوقتي الأعداد ممتدة لحد الساعة 10 مساء طبعا لتسهيل الحصول على الخدمة للمنتفع في محافظة الإسماعيلية. ولأول مرة في محافظة الإسماعيلية تم إنشاء وحدة لعلاج الفشل الكلوي، وكمان تم إدخال عمليات القلب المفتوح ضمن المنظومة الجديدة. المركز 30 يونيو هو أول مركز متخصص في أمراض الكلى والمسالك البولية في منطقة القناة. المركز بيضم 109 جهاز غسيل كلوي، ده رقم كبير جدا مش موجود في أي أماكن تانية بهذا العدد. عندنا كبسولتين عمليات مجهزين بشكل عالي جدا، تمهيدا بإذن الله لزراعة الكلى قريب جدا. المركز هيكون مركز الأول في منطقة القناة لزراعة الكلى. كان أكثر من 70% من الأطفال اللي بيتولدوا بعيوب خلقية معقدة كان بيتوفوا نتيجة حرمانهم من الخدمة. الحمد لله من خلال مستشفيات الهيئة الرعاية الصحية الحمد لله الخدمات دي بقى بتوفر مجانا لجميع أهالينا وأطفالنا في محافظات مدن القناة. إن كنت من أبناء محافظة الإسماعيلية مش عليك غير إنك تقوم بتسجيل نفسك داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وبعدين تتوجه لأي منشأة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لتحصل على كافة الخدمات الطبية والعلاج بالمجان. والله بصراحة بكل يعني إحنا في شدة، وما ينفعش أقول الكلام مش موجود. أنا قبل كده أجرأت عملية في أماكن تانية حكومية من فترة، يعني 3-4 سنين، أنا ما شفتش الشغل اللي هنا، ما حصلش في النسبة للستاف من أول سيرفس لحد مدير المستشفى. والله المستوى فوق العالي، يعني بسم الله ما شاء الله. نشكر السادة المقيمين على العمل الرائع ده، على كل من ساهم في
على الصرح العظيم اللي اتعمل في اسماعيليه، حاجه عظيمه جدا جدا، جزاهم الله كل خير عننا صراحه. يعني من ساعه ما صحيت من العمليه وبسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيه، غسيل ببلاش وكل حاجه ببلاش وعلاج ببلاش والدنيا حلوه. يذكر ان منظومه التامين الصحي الشامل الجديد بدات بمحافظه بورسعيد ثم محافظات الاسماعيليه والسويس والاقصر واسوان وجنوب سيناء، وجاري الاستعداد لتطبيق المرحله الثانيه منها في البحر الاحمر وقنا ومرسى مطروح، ومنها الى باقي محافظات الجمهوريه.